نبي نوجه نصيحه للمقبلين على الزواج اللي يفكرون في الزواج، شلون يعيشون حياه سعيده؟ الزواج سنه الحياه، وحلو ان احنا نكمل نصنا الثاني. هناك بعض الاعتبارات المهمه اللي لازم احنا نفكر فيها او ناخذها بعين الاعتبار، مثل اللي هو اختيار المناسب شريك الحياه، الاستعداد النفسي للارتباط، القدره على تحمل مسؤوليه الزواج وتبعاتها الماديه والمعنويه. وإجرائيا شلون؟ من المهم جدا الفحص الطبي كإجراء إلزامي قبل إبرام عقد الزواج، وأيضا الضمان الصفة القانونية للزواج اللي أهمها أن احنا اليوم نتأكد أن المأذون مسجل ضمن لائحة المأذونين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أيضا أن من حق كلا الزوجين اليوم أنه هو ذكر شروطه في عقد الزواج بالتراضي والتوافق بين الطرفين.